مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعين عربية. الفيديو مات اليوم كيف راح أحفظ المحادثات في تطبيق سناب شات. هذا الفيديو كثير يسألوني عليه، لهذا قررت أعملكم إياه. بس قبل ما أبدأ الشرح لا تنسون تدعموا قناتي باشتراك ولايك وتفعلون زر الإشعارات حتى يوصلكم كل شيء جديد من قبل ما أبدأ الشرح. فقط نقطة واحدة حابب أضيفها، كل واحد عنده صور محتفظ بيها في تطبيق سناب شات، الأفضل إنه هذه الصور يخزنها بمكان آمن أو أنه يفرغ مساحة كبيرة. يعني مثل إذا الهاتف مالته 64 لازم أقل شيء 12 أو 13 جيجا، لأنه على غفلة السناب ده يحذف الصور، فيدخلون علي يريدون الصور فالسناب بعد من تنحذف ما ترجع. فأني من وجهة نظري هذه الصور إذا محتفظين بيها فالأفضل أنه تخزنوها إما في الاستوديو أو أنه تخزنوها في تخزين خارجي فلاش. فهذا اللي حبيت أقولكم إياه، لأنه كثير هذه الفترة كثير متابعين انحذفت الصور عندهم وبعد ما ترجع أي صورة تنحذف ما ترجع، أو تفضون مساحة في الاستوديو. خليني أدخل داخل التطبيق وأشرح لكم كيف راح أفضي مساحة في الهاتف، وأيضا كيف راح أحفظ المحادثات في السناب شات بدون ما تنحذف. خليني ندخل داخل التطبيق. في البداية راح تدخل على الإعدادات، راح تدخل على عام، تدخل على مساحة التخزين. هذه المساحة هنا أقل شيء لازم يكون عندك 12 أو 13 جيجا حتى تكون بالأمان أنه ما تنحذف عندك هاي المساحة غير المستخدمة. أنا عندي هنا بحدود 8 أو 7، فأني طبعا 8 جيجا طبعا بالنسبة لي كافي، لأن هذا الحساب المو أساسي. طبعا اللي عندك أنه تحذف التليجرام وترجع راح ترجع المساحة كثير. هذا الكو كيو كيو طبعا أنا ما أحتاجه فأحذفه. طبعا أي تطبيق ما تحتاجه الأفضل أنه تحذفه، راح تنزل عندك المساحة. فهنا مثل ما تشاهدون تنزل المساحة تقريبا راح يصير 10 إلى 12 حتى تحافظ على الهاتف. بعدها راح أروح على أدخل على سناب، دخلت عليه الاحتياطي، أدخل على المحادثات. هنا هذه المحادثات اللي أني مخزنها، هاي راح تبقى. شوفوا كم يوم صار لها باقية، هذا طبعا من حسابي الأساسي لهنا. كل محادثة تجيك راح تدخل عليها حفظ بالدردشة بواسطة الحساب الثاني، أو تقدر أنت تحفظها هنا، هاي ما تنحذف. حفظ، شوفوا لو دخلت هنا حفظ في الدردشة بواسطة أنت. كيف راح نعمل هاي الحركة؟ راح أرسل آني صورة، هذه الصورة لو دخلت أنا عليها كبست راح يظهر عندي هذه الخيارات، فأعمل حفظ في الدردشة وبهذا راح تظهر هذه محفوظة بواسطة أنا، حفظ بواسطة أنت. فهذه كلها أنه تقدر تحفظها بواسطة أنت، أو هو يقدر يحفظها أيضا. إذا حفظها هو راح تظهر عندك بواسطة الشخص الثاني. تقدر تلغيها أيضا لو كبست عليها هنا حفظ في الدردشة، كبست راح تروح يروح الحفظ. فهذا حبيت أشرح لكم إياه، هاي الطريقة الوحيدة أنه تحفظ الدردشات. أتمنى بنهاية الفيديو استفاديتوا، ولا تنسون دعم قناتي باشتراك ولايك وتفعلون زر الإشعارات حتى يوصلكم كل شيء جديد من عندي. مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا، مع السلامة. أي سؤال أو استفسار أي مشكلة اكتبوها بالرسائل، أنا حاضر وشكرا لكم، مع ألف سلامة. قبل ما أنهي الفيديو فقط حبيت أضيف أنه هذه الطريقة الوحيدة لحفظ المحادثات في السناب. ممكن بعد فترة السناب ينزل غير طريقة، فإحنا نتكلم عن الوقت الحالي. والشيء الثاني أرجع وأكرر، الصور اللي أنت محتاجها حيل ومحتفظ بيها فحاول تخزنها بمكان آمن، أو أنه تفرغ مساحات كبيرة في هاتفك لأنه كثير تنحذف. هذا حبيت أشرح لكم إياه، ومع ألف سلامة.